أهلا ومرحبا بمشاهدينا في كل مكان وهذه الحلقة الجديدة من برنامج استوديو الرياضة تتابعون في هذه الحلقة الزوراء يفوز على مضيفه الميناء ويحلق في صدارته للدور الممتاز لكرة القدم المنتخب الوطني لكرة السلة يدخل معسكرا تدريبيا في بغداد استعدادا لتصفيات كأس العالم وفريق كربلاء ينتظر دعم مسؤولي المحافظة للإسهام في إنقاذه من الأزمة المالية التي تعصف به. أهلا بكم. أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء بطولة كأس العراق للموسم الحالي. وقال النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم رئيس اللجنة علي جبار أن عدم توفر الفترة الزمنية لإنهاء منافسات بطولة الكأس حال دون إقامة البطولة المذكورة في الوقت الذي تسعى فيه لجنة المسابقات لإنهاء دور الكرة الممتاز في وقت مبكر من خلال ضغط الجولات وأكد جبار رفضه القاطع لتأجيل أي مباراة إلا في الحالات الطارئة الخارجة عن إرادة الأندية والاتحاد مرجحا انتهاء دوري هذا الموسم في النصف الاول من شهر تموز المقبل على امل انطلاق دور الموسم المقبل في بدايه او منتصف شهر ايلول وفي دوري الكرة قلب فريق الزوراء تخلفه بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف على فريق الميناء الذي خاض أول مباراة بقيادة مدربه الجديد ناظم شاكر في المباراة التي جرت في ملعب المدينة الرياضية في البصرة وبهذه النتيجة واصل الزوراء صدارة الترتيب ب 32 نقطة في حين بقي الميناء في مركزه الثالث عشر برصيد 13 نقطة تقرير سعد قصي الحق المتصدر فريق الزوراء هزيمه بضيف فريق الميناء بعد تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف وحيد في قمه ناريه جمعت الفريقين في ملعب جذع النخله ضمن مباريات دوري كره القدم وتقدم السفانه بهدف في الدقيقه الخامسه والاربعين من زمن الشوط الاول عبر لاعبه عمر عبد الجبار والله النوارس فريق عريق بدون مبالغه والميناء عريق اثنينهم انديه يقدمون كره حلوه ورائعه متصدر الدوري الزوراء ولا خساره يجي للميناء اي شوط ما قدم الزوراء الميناء قدم مباراه الشوط الثاني دخل الزوراء عازما على تغيير النتيجة وبالفعل لؤي صلاح منح هدف التعادل للنوارس في الدقيقة السابعة والستين ليعود بعدها مصطفى جودة وقبل نهاية المباراة ويحرز هدف الفوز للزوراء كان عندنا أخطاء ممكن تلافينا بالعشرين دقيقة الأخيرة ممكن تلافينا لأنه بدأوا يركزون اللاعبين أكثر على المباراة ويركزون على الأمور اللي يعني البسيطة اللي حثت بالمباراة والحمد لله الفوز وأضاع السفانة الذي يخوض أولى مباراته بقيادة مدربه الجديد ناظم شاكر الكثير من الفرص الثمينة التي كان بإمكان لاعبيه ترجمتها إلى أهداف نضيع فرص اعتيادي تخسر يعني نضيع فرص بالجملة صر عليك جول انت شفت يمكن الكل شاف والجمهور شاف والشارع الرياضي شافوا الكل اليوم الميناء احسن من الزوراء بس شنو الفائده النتيجه الزوراء طلع فايز وبسبب الشد والتوتر بين الفريقين وقعت عدد من الاصابات القويه ولخطوره بعضها تم استدعاء سياره الاسعاف بخساره قاسيه على السفانه انتهى ديربي وزاره النقل ليعود النوارس بهذه الفرحه سعد قصي الحره مدينه البصره من جهته فاز فريق القوات الجوية على ضيفه كربلاء بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت أمس على ملعب الشعب الدولي ضمن الدور الثاني عشر من الدوري الممتاز أيضا فريق كربلاء قدم في الشوط الأول أداء جيدا حتى الدقيقة الأخيرة التي تمكن فيها الجويون من افتتاح التسجيل من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب الدولي حمادي أحمد في الدقيقة الخامسة والأربعين لأنه يعني الشوط الأول بهذا الهدف ثم تناوب على تسجيل الاهداف الاخرى هما طارق في الدقيقه الثامنه والاربعين تلاه عماد محسن في الدقيقتين الثالثه والثمانين والثامنه والتاسعه والثمانين بينما قلص عباس مرشد الفارق لفريق كربلاء قبل دقيقتين من النهايه وبهذه النتيجه رفع فريق القوه الجويه رصيده الى 19 نقطه متقدما إلى المركز الخامس بينما بقي رصيد فريق كربلاء نقطتين في المركز الأخير في لائحة ترتيب الدوري الممتاز لهذا الموسم بسم الله الرحمن الرحيم يعني أعتقد أن فريق القوة الجوية اليوم أدى مباراة جميلة جدا والنتيجة يعني عريضة كانت خاصة الشوط الثاني سيدنا المباراة يعني مساله طبيعيه انه فعلا فريق كربلاء كان فريق يعني مثابر الشوط الاول الهدف اجى بوقت يعني يعني شلون نقول انه وضع الفريق استقر اكثر الشوط الثاني مع التغييرات ظهر اكثر استقرار فريقنا ان شاء الله تعتبر هاي بوابه ان شاء الله الى عوده الفريق القوه الجويه الى انتصارات إلى الاستقرار بس هذا ما مو اداء نادي الجوية الجوية عد افضل من ذلك وان شاء الله احنا قادمين بقوه الدوري ونوعد جمهورنا وقادة التدريب والهيئه الاداريه ان شاء الله الفريق يعود كما كان ان شاء الله وان شاء الله الايام القادمه نشوف الفريق بصوره جيده. مبروك الى جماهير القوه الجويه الحمد لله والشكر هذا الفوز شوي نقدر يعيد من وضع الفريق شفت الفريق مضغوط النتيجه الحمد لله والشكر كانت اربعة لقب بمباراه القوى الجويه بكربلاء شكرا لهذا الجمهور اللي ساندنا طيله مباراه ان شاء الله يا رب نعوض المباراه المقبله وان شاء الله يا رب يكون ترتيبنا افضل بالدورة ان شاء الله وفي ملعب الشعب الدولي ايضا حقق الشرطه فوزا كبيرا على ضيفه فريق النجف عندما تغلب عليه باربعه اهداف دون مقابل تفاصيل هذه المباراه في تقرير عدنان لفت اختزال الطريق الى الصداره بخطوتين بدلا من اربع هي ما يريده لاعبو الشرطه في لقائهم مع النجف العاشر في لائحه الترتيب اندفاع ورغبه اصحاب الفايلات الخضراء قادتهم الى افتتاح مليء بالافراح لانصارهم بتسجيل على عبد الزهره الهدف الاول بعد سبع دقائق من البدايه ثم ارتفعت الأعلام مجددا بالهدف الثاني بواسطة الشاب الواعد مهند علي. النجف تاه في أرض ملعب الشعب وارتكب لاعبوه جملة من الأخطاء كلفتهم هدفي الشوط الأول وكانت تزداد بهدف ثالث من ركلة جزاء طوح بها عاليا المدافع الدولي وليد سالم لازم ناخذ الثلاث نقاط، أول شيء الحمد لله أشكر قدمنا مستوى جيد من الشوط الأول حسبنا المباراة. أه كلاعبين احنا إن شاء الله راح نبذل ما علينا، نبقى المساندة من الجمهور، تعرفوا الحمد لله الجمهور راضي إنه على هالمستوى. أه لازم احنا كل لعبة نحصل على ثلاث نقاط، الأهم هاي، بعدين تسجيل الأهداف الشرطة ثبت أركان فوزه بإمضاء الشاب مهند. أو ميمي كما يحلو لمشجعي القيثارة تسميته بالهدف الثالث أفراح الشرطة لم تنتهي عند هذا الحد إذ سدد الدولي على أمهاوي كرة هائلة محرزا رابع الأهداف وخاتما المباراة بالنهاية السارة للفريق الأخضر نتحمل يمكن الخساره اخطاء لكن بدنيا فريقنا غير جاهز يمكن أربعة ايام احنا ماكو احداث تدريبيه قبل المباراه يمكن ثلاث ايام اربعه يلا تدربنا أه الحمد لله والشكر فريق الشرطه فريق جيد قدر يستغل الفرص اخطائنا اللي طيب المباراه كانت ثلاث نقاط مهمه اكيد قربنا على الفريق المصدف هو فريق نقطه واحده وان شاء الله راح الفريق يتصاعد للافضل الشرطه اختزل النقاط الاربع الفاصله عن الزوراء باجمل اداء في الموسم الحالي بفوز كاسح على فريق النجف برباعية نظيفة عدنان لفتا الحرة بغداد ومن كرة القدم إلى كرة السلة حيث يواصل المنتخب الوطني معسكره الداخلي في بغداد استعدادا للمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم التي سيواجه فيها منتخبي قطر وإيران في طهران نهاية شباط المقبل إذ يأمل اللاعبون والمدربون مواصلة النجاحات للتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم في الصين العام المقبل تابع. خطوات الاستعداد والتهيئة للجولتين المقبلتين من تصفيات كأس العالم بكرة السلة بداها لاعبو المنتخب الوطني في قاعه نادي الكرخ بقياده المدرب التركي مصطفى دارين الذي استدعى 21 لاعبا كخيارات اوليه سيتم تقليصها بعد خوض المباريات التجريبيه الست المقرره في اسطنبول خلال المعسكر التدريبي المزمع اقامته هناك مع فرق قويه <applause> سينخفض عدد اللاعبين إلى 16 لاعبا في معسكر إسطنبول وسنخوض ست مباريات هناك ثلاث منها مع أندية تركية وثلاثة لقاءات مع الأردن والسعودية واحتمال أحد الأندية الإماراتية العراق يملك فوزا على إيران وخسارة أمام كازاخستان ويخوض مباراتيه أمام قطر وإيران في الجولتين الثالثة والرابعة في الثاني والعشرين والخامس والعشرين من شباط المقبل بطموحات الفوز والحفاظ على حظوظ بلوغ الدور النهائي من التصفيات لعبتين مهمة مع القطر هاي اللعبة عندنا كلش مهمة لأن عندنا احنا تعرف فوز وخسارة هذا الفوز راح يعطينا خطوة لقدام بالمجموعة رغم المهمة صعبة بعض الشيء بس احنا نحضر بشكل كلش زين طبعا اه تحضيرنا الفني بدا شوي يختلف بدينا نغير بالتكتيك بدينا نصعب اكثر لان تعرفون كل كل فتره تجمع كل تجمع جديد نبدا ناخذ فكره جديده يعني المنتخبات الثلاثه الاوائل في كل مجموعه اسيويه من المجموعات الاربع ستتاهل الى الدور الثاني على ان تقسم المنتخبات المتاهله الى مجموعتين تضم كل منهما سته منتخبات ليتأهل منها ثلاثه منتخبات مباشره الى نهائيات كاس العالم في الصين عام 2019 ويحلم العراق ان يحقق حدثا تاريخيا بالتاهل للمره الاولى لمونديال العالم موقفنا الان جيد بالنسبه للمجموعه للانتقال للمرحله الثانيه من يعني هاي احنا الويندو الثانيه عندنا الويندو الثالث بحزيران وان شاء الله يكون الانتقال من التصفيات الى التصفيات الاخرى الى نهائيات حتى يؤخذ منها كسبع فرق فحظوظنا كبيرة بالانتقال إلى المرحلة الثانية إن شاء الله مباراتان في طهران مع منتخبي قطر وإيران في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات يمثل الفوز فيهما خطوة أخرى من الأحلام العراقية للاقتراب من بطولة كأس العالم بكرة السلة عدنان لفتا الحرة بغداد مشوارنا مستمر معكم في استوديو الرياضة فاصل ونعود لتكملة المشوار ابقوا معنا اهلا بكم من جديد والجزء الثاني من هذه الحلقه الجديده من برنامج ستوديو الرياضه يتطلع لاعبو ومسؤولون نادي كربلاء الى الدعم الذي يضمن لفريقهم الكروي الاستمرار في مواجهه الفرق الاخرى في الدوري الممتاز لكره القدم بعد تواضع نتائجه وتذيل الترتيب في ظل انعدام الدعم المالي الذي تنعم به الفرق الاخرى ويتمنى المتابعون ان تجد المناشدات العديده لانقاذ هذا الفريق اذانا صاغيه من مسؤولي المحافظه الذين توجه اليوم وفد من نجوم الكره العراقيه للقاء بهم على امل ايجاد حل لهذه الازمه تقرير ميثم الجناح عشر خسائر تلقاها فريق كربلاء بكرة القدم من أصل 12 مباراة خلال هذا الموسم والأسباب تعود إلى مغادرة أبرز لاعبي الفريق هذا العام بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي ما جعله يعتمد على لاعبين شباب إدارة النادي طالبت مجلس محافظة كربلاء بتخصيص مبلغ شهري للتعاقد مع لاعبين نجوم لإكمال ما تبقى من دور الكرة الممتاز لا نطالب بالمليارات وانما نطالب بتخصيص بسيط جدا لو كان هناك نادي كربلاء تخصيص شهريا 50 مليون انا اعطيك كلام امام جمهوري وامام كل المعنيين انه كربلاء حتى بالمركز العاشر ما يقبل يكون ترتيبه من السابع العاشر الازمه الماليه دفعت بمدرب كربلاء سالم عوده الى الاستقاله وتسميه حيدر محمود مدربا واكد الاخير ان المهمه صعبه في ظل انعدام الدعم من قبل مجلس محافظه كربلاء. اداره النادي اكدت ان المبالغ المخصصه في الفتره السابقه قليله مقارنه بحاجه النادي الى جانب مصادره وزاره الشباب والرياضه لاملاك نادي كربلاء. إدارة النادي ماذا تفعل؟ يعني أي إدارة تريد تسوي إذا تخصيصات مالية ماكو، احنا كإدارة فقيرة لا نمتلك وأنا مسؤول عن كلامي، لا نمتلك أي إيراد ثابت، لا عندنا محلات، لا جميع أملاك نادي كربلاء صودرت من قبل وزارة الشباب والرياضة، ولا يوجد هناك تخصيص لا من المحافظة ولا من مجلس محافظة سوى سوى الدعم البسيط. محافظ كربلاء وفي اتصال هاتفي اكد ان تخصيص الاموال من اختصاص مجلس المحافظه وبعد ان رفضت رئاسه مجلس محافظه كربلاء الحديث عن الموضوع اشار رئيس لجنه الشباب والرياضه الى تخصيص رواتب للاعبين شهريا منوها الى رفض المجلس دعم النادي وسبب عدم وجود تبويب قانوني لصرف الاموال كل من لديه علاقه سلبيه وايجابيه مع نادي كربلاء أن يبتعد عن أي تجاذب سياسي قد يعيق موضوع الصرف لمخصصات نادي كربلاء علاقة البعض مع الهيئة الإدارية كان سلبا أو إيجابا عليه أن لا يرتب أثر فيما يتعلق بصرف المخصصات خصوصا أن ممكن أن تصرف هذه المخصصات بشكل مباشر إلى اللاعبين وبذلك من يختلف مع الهيئة الإدارية قد يرفع عنه الإحراج أن الهيئة الإدارية سبب في الفشل عدم دعم نادي كربلاء وبحسب مصادر يأتي لأسباب سياسية تصف الرياضة بالتجارة الخاسرة هذه الظروف دفعت النادي في الموسم السابق إلى الصراع من أجل البقاء في الدور الممتاز فيما أعربت إدارة النادي عن مخاوفها من الهبوط إلى دور الدرجة الأولى إذا لم تعالج الأزمة القائمة في العاجل القريب من كربلاء ميثم الجناحي الحرة وللحديث عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى أستضيف من دبي الخبير الكروي الدكتور جمال صالح ومن بغداد ينضم إلينا الصحفي الرياضي الزميل رائد محمد وأبدأ من دبي لأرحب بالدكتور جمال صالح دكتور أهلا ومرحبا بك في استوديو الرياضة نبدأ من حيث انتهى التقرير يعني إذا مسؤول في محافظة يقول الرياضة تجارة خاسرة يعني شلون نقرأ الرياضة السلام بسم الله الرحمن الرحيم تحيه الى كل رائد محمد من بغداد الحقيقه هاي الحقيقه المصطلح تجاره خاسره يعني ضحكتني كثير جدا لانه لا يمكن انه يكون الشباب تجاره خاسره لان يعني مجرد عنوان الشباب وعنوان الرياضه ليست تجاره خاسره نعم. وانما استثمار للمستقبل لدول الشباب نعم. النقطه المهمه جدا انه هل من معقول انه كربلاء بهذه العتبات المقدسه والانكومت يجيهم يعني على مستوى عالي جدا ومجلس محافظه ما يقدر يخلي قسم من موارده او قسم من مخصصاته الى هذول الشباب انا أصور يعني هناك مشكله كبيره جدا في عقول الناس وليس في شيء اخر انما عقولهم من يقول تجاره خاسره معناته هناك العقل يراد له شويه تصحيح. مم. انا اتصور يجب ان يكون هناك لانه الان احنا مقبلين على موسم احتراف والاحتراف صار تقريبا انتشر بالعالم كله، مم. تمام احنا بدنا نقدر نستثمر وبشكل ما يقول عضو مجلس الاداره يقول انه حتى الادنى الموجود من يعني دكاكين او شيء اخذته وزاره الشباب. اتصور هاي يجب ان يكون هناك طريقه للتعامل الصحيح مع نادي نقدر نقول احنا فتي بالنسبه للانديه البقيه لكن نادي ممكن المستقبل يكون من احسن الانديه الموجوده في في العراق. دكتور يعني تشوف كل العالم يراهن على الشباب، الشباب هم الرهان في كل مكان ولكن اذا كانت هذه النظره صحيح. القاصره تجاه الشباب لعد اي تجاره رابحه، السياسه هي التجاره الرابحه. اللي دمرت الـ يعني واحد ما اريد احنا نروح مجالات اخرى خلينا بحالنا بس يعني حقيقه الكلام مؤلم يعني انا اليوم شفت رساله باعثها محمد ناصر الموسوي سيد محمد رئيس نادي كربلاء من شهر التاسع المجلس المحافظه قال يا جماعه اعطونا رواتب مخصصات لا تعطوناها ان لا تسلموها الاداره اذا ما عندكم ثقه خلي اللاعبين يروحون للمجلس من عندكم يستلمون يعني حتى لا تقولون مثلا اذا هناك تبويب اخر للاموال أو هذا بس هي المشكله هم اساسا رافضين يعني انا اللي افتهمته حتى من مراسلنا ميثم الجناحي انهم ما حاطين الرياضه في بالهم بالوقت اللي مثلا محافظه النجف اخر شيء مجلس المحافظه دعم الفريق بمليون او اكثر يعني المهم مستمر بدعمهم المحافظات الاخرى ايضا وزاره الشباب وزير الشباب قرر دعم هاي الانديه اللي ما مرتبطه بمؤسسات فيعني في مو حق هاي الفرق اذا تجي وتخسر يعني شنو مصيرها يعني هي طبيعيه جدا احنا نتكلم على واقع الواقع انه لما انا اخاف من عندك تبوك معناته انا عندي شيء اخر يعني معناته من يقول عضو مجلس يقول انه اصرفوها انت المخصصه لاعبين معناته هناك خوف انه المخصصات تروح وهذا الخوف ما اجى الا هو بداخل الانسان يعني الانسان بداخله اذا كان هو سيء او سلبي راح يفكر بالاخرين ايضا سلبيين وسيئين وهي مشكلة عندنا كبيرة جدا حقيقة نعم. إحنا لا يمكن أن نعمل رياضة بالبلد بدون تخصيصات لحد الآن بعدنا إحنا بقضية الاحتراف والتجارة والاستثمار بعدنا بالستيبل الأول خطوة أولى يعني لحد الآن بعد اعترفت الأندية ماتنا حتى ما موجود بها ناس يفتهمون بالاستثمار كيف يستثمرون نادي لمصلحة أيضا الشركات الموجودة عندنا اللي تحاول جد كان أنه او تحاول الانديه الرياضيه انه تجذب الشركات على مود الاستثمار هم من تخاف حقيقه كل تخاف من الاستثمار بالرياضه وهي سبب موجود لانه نوعيه الحقيقه الموجودين عندنا المسؤولين هم المشكله الكبيره جدا حقيقه وانا اتصور ما تنحل هاي الا يكون هناك مسؤولين على مستوى عالي يتفهمون شنو معنات الشباب وشنو معنات اريد اعمل للمستقبل لذول الشباب كيف أخ اخرجهم من مكان الى مكان اخر متقدم كيف انه كيف ننافس احنا ما تقول لي طيب. شلون راح ننافس نتكلم على بطولات عالميه شلون ننافس بهذه الفكر وهاي الطريقه هاي المشكله هاي المشكله انتقل الى بغداد اعزائي المشاهدين اللي ارحب بالزميل رائد محمد اخ رائد اهلا ومرحبا بيك في استوديو الرياضه الحمد لله على السلامه يعني بعد الأزمة الصحية اللي مرت بيك إن شاء الله ما تشوف شر ونشوفك شباب ما شاء الله <applause> الله يخليك أشكرك أستاذ حسام تحياتي لك تحياتي لك دكتور جمال صالح الراع إن شاء الله تكون حلقة ثرية بالمناقشات أنت اليوم مو على أساس تروحوا يا جماعة الكربلة مشاية على المحافظة والله قلبهم هي... <applause> على فريق كربله والله هي شغلة المشاية صايرة بالعراق مودة أنا أعتقد أنه بعيدا عن كل الإرهاصات الأخرى العشائرية والطلائبية يجب أن تكون الرياضة هي العمود الفقري لبناء مجتمعاتنا خاصة المجتمع العراقي المجتمع اللي خسر الكثير ويتخلف كثيرا فأعتقد أنه يجب أن نبعد الرياضة عن مشاحنات المناكفات السياسية ما يحدث اليوم في كربلاء هو هو طامه كبرى يعني طامه كبرى خاصه انه مدينه كربلاء الغنيه بكل شيء، الغنيه بمواردها البشريه، الغنيه بسياحتها الدينيه، الغنيه بارضها، الغنيه بشبابها، فلذلك اعتقد ما وصل به نادي كربلاء وما تكلم به الدكتور هو عين الصواب، احنا اذا ما نريد نبدي مع الشباب مع الرياضه، كيف بالمجتمعات؟ اعتقد انه احنا سائرين في عكس اتجاه السير اللي اللي يستخدمه العالم مم. يعني وما يمر بي نادي كربله ما يمر بينادي كربلة هو من المنغصات الكبيره للرياضه العراقيه بصوره عامه لان رياضه كربله ونادي كربله حال حال اي رياضه اخرى لمحافظاتنا العزيزه اللي نتمنى ان تكون قويه حتى نستطيع ان نبني رياضه قويه، يعني لا يمكن ان ان يبقى فريق يلعب في الدوري الممتاز العراقي وتنقل التلفزيون، يبقى لاعبيه انه ياكلون بالمضايف مال الحضره الحسينيه سلام الله عليه، او انه ينامون تحت درج النادي. يعني تحت السلم مال النادي موفر لهم مكان بدون ان ان تكون هناك رعايه للاعب تارك اهله وتارك بيته من اجل تمثيل محافظه، وبعدين تفكير السياسي الذي يقود المحافظه بهذه الصوره البائسه التي تجعل من الجميع يشمئز من من طريقه التعامل يعني لا يمكن ان تكون هناك بناء للمجتمعات دون الرياضه يعني هذا امر مسلم به، اتمنى انه م. تحل الازمه، نعم. كان من المفترض ان اكون معهم لكن تعرف انه م. السفر الطويل والوعكه الصحيه اللي اني طيب. يعني بها يمكن تاثر عليه قليلا. ان شاء الله ان شاء الله صحه وسلامه، اعود الى الدكتور جمال، دكتور يعني اللاعبين بكل العالم الحوافز حتى بعقودهم اكو يعني بند للحوافز وغيره احنا هوات يديجون هم لا فلس ولا عانة ولا هذا يعني بس الرمق بس الراتب هذا هم عائله هم شو اسمه فيعني ما كيف تنظر لهذه المساله مساله انه لاعب يلعب بدون حوافز ولاعب عنده كل شيء يعني بالضبط بشكل ما اقول لك رجعونا الى 1960ات <applause> بالستين احنا كنا اللاعبين عندنا كلهم ما ياخذون حوافز ما عدا مرات اذا فاز نطيف الشيء. يعني وكان ذاك الوقت غير هذا الوقت، يعني ما كانت هناك الاموال كبيرة ما كان هناك اي شيء يعني، لكن كانت على الاقل موجود اخلاق. نعم. وهسه تقريبا احنا هاي المشكله مالتنا الكبيره انه فقدنا هاي الصفه المهمه بالعراقي او العراقيين هي الاخلاق. <applause> يعني الـ الان لما يقول انه اعطوهم انتم بيدكم الرواتب معناته هناك اكو مشكله بالاخلاق، يعني انه احنا ما نطيل لانه فلان ياخذ من عده لانه هو يفكر هو نفسه عنده مشكله. وبالتالي انا اتصور هي هاي مشكلتنا الكبيره انه لحد الان الثقه انعدمت. يعني الثقه انعدمت تماما بين الكل. الان, نعم الان بالوقت الحاضر لو نجي هسه مثلا اني عشت بالامارات فتره طويله. <applause> ودا اشوف كيف يبنون فريق. كيف يهيئون الفريق هذا من هو عمره ست سنوات سبعه الى ان يروح الفريق الاول بالمنتخب. <applause> ايش قد يصرفون عليه؟ صدقني يصرفون عليه اكثر من اي بلد بالعالم. صحيح. وكل هذا ولحد الان اقول بعد هم احنا متاخرين، <applause> لكن المشكله الكبيره احنا بالعراق الدكتور. الصرف ما يروح على الشباب ما يروح بالمكان حليم. الصحيح نعم دكتور الصرف ونص ديروح بالجيوب يعني. اروح الفاصل وارجع لك حتى نكمل مشوار حديثنا اذا اعزائي المشاهدين فاصل ونعود لتكمله المشوار ابقوا معنا اهلا بكم من جديد والجزء الثالث من هذه الحلقه من برنامج استوديو الرياضه مرة أخرى أعزائي المشاهدين ورحب بضيفي الكريمين في هذه الحلقة من دبي الخبير الكروي الدكتور جمال صالح ومن بغداد الصحف الرياضي الزميل رائد محمد أعود إليك دكتور جمال نكمل حديثنا يعني في كل مكان في كل عمل أنت سيد العارفين إن لم تكن هناك حوافز لا يوجد إبداع يعني إحنا لا لا حوافز ولا أي شيء ونطالب اللاعب أنه يحقق نتائج يعني كانت هناك مطالبات من جمهور كربلاء حقهم يعني يريدون نتائج يشوفوها، ايضا هناك مجموعه من اللاعبين القدماء سووا اجتماع ضد الهيئه الاداريه او حاولوا انه يعني يسوون تشكيل جديد، ولكن هي الازمه ازمه ماليه، هي مو مشكله الهيئه الاداريه، انه الكل تعاني من هذه المساله وهذه بالمناسبه هي ليست مشكله نادي كربلاء فقط وانما هناك انديه عديده غير مدعومه، غير مؤسساتيه، ما الها موارد صحيح أه وانت يعني احنا ماكو استثمار يعني الانديه ما عندها لا بنوك تدعمها ولا شركات ولا يعني أه خليها على الله نعم هي هي المشكله تعرف الاتحاد الاسيوي هناك عنده نقاط كثيره جدا حوالي 54 نقطه نعم بالانديه المحترفه واحنا نعم. تقريبا دخلنا بهاي الخانه انه الانديه المحترفه وال اجاز الاحترافيه يعني انا اصور احنا ما عندنا انديه محترفه صحيحه نعم. يعني هي المشكله مشكله فقط تقول مخصصات لهم نعم. هي متطلبات اللعبه نعم. متطلبات النادي شنو متطلبات النادي خليه يروحون الاتحاد الاسيوي يشوفون النقاط ويجون يقعدون يقول لك يا هاي متطلبات النادي النادي لازم يكون كذا 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 نقاط كثيره جدا نعم. وبالتالي اذا ما توفر ذني النقاط بمتطلباتها لا يمكن تدخل انت الاحتراف او تدخل على الاتحاد الاسيوي او تلعب مع الدول المتقدمه نقدر نقول متقدمه تقريبا متقدمه لكن بصوره عامه احنا المشكله مالتنا الكبيره نعانيها هي نوعيه الناس الموجودين هي بالسلطه الموجوده على الرياضه ما نقول احنا وزاره الشباب يعني وزاره الشباب يجب ان تكون هناك يد كبيره جدا وضغط كبير جدا على المجالس الموجوده، يعني ليس كوزير شباب كمجلس وزراء يعني، نعم. يجب ان يكون هناك دعم كبير جدا لانه يعني هذا لا يمكن تعمل اي شيء بدون هذا الدعم وبالمناسبة الكبير وبالمناسبه دكتور البارحه وزير الشباب طالب رؤساء مجالس الانديه بالمحافظات طالب المحافظين ايضا وجه لهم رساله بضروره دعم الانديه التابعه لهم هي يعني هي حسام نعم. هي المشكله اني اطالب والباقيه اذا ما يقولوا لي اي او لا او يعني هي مشكله مو المشكله نعم. ان هناك يجب ان يكون هناك قيود وضوابط يعني نعم. مجلس الوزراء يقول لك يا مجلس المحافظه هل قد نسبه عندك هل قد هال للشباب او لهذا النادي او لهذه المؤسسه الرياضيه لا. يعني ما يصير كل إجراء مجلس اداره جديده للمجلس المحافظه يقول لا انا ما اصرف نعم. اخي يقول انا ما اصرف ولهذا المركزيه مهمه جدا بالنسبه لنا يعني يجب ان يكون هناك مطلبات متطلبات متطلبات إمكانية ماده لا يمكن تعملها صحيح. وبالتالي معناته راح يعني قسم كبير من الشباب الموجودين عندنا بالمحافظه او باي محافظه اخرى راح يروحون يعني يعني ما راح يلعبون نعم. وبالتالي راح تكون عندنا مشكله كبيره جدا تعرف انت هذا ال 20 لاعب 30 لاعب ايش قد لهم مناصرين في المحافظه نعم ايش قد لهم ناس تحب هاي اللعبه وتيجي تشوف ايش قد لهم ناس عندهم رغبه انه يشجعون هذا فريقهم لكن اذا شافوا الفريق على طول بالاخير طبعا يبطلون وبالتالي راح نفقد عنصر مهم جدا وهو التشجيع والمناصرة وهاي مهمة جدا بالنسبة لنا نعم إذا نتمنى أنه اليوم يثمر لقاء مجلس المحافظة والمحافظ مع الوفد الرياضي لنجوم الكرة السابقين في حل حالة أزمة نادي كربلاء وتوفير الدعم اللازم لهم حتى يواصلون مشوارهم في دوري الكرة وعلى طار الدوري أريد أشوف رأي الزميل رائد أنت تابعت الدوري أكيد والزوراء الآن في الصدارة هل لا. هذه صداره منطقيه كيف ترى لا. الموقف والله يعني اشوف انه الموقف في في القمه جيد يعني الزوراء والشرطه احد الفريقين جيدين استعدوا للدوري بشكل جيد استقطبوا استقطابات جيده نتائجهم جيده استطاعوا ان يسيرون بشكل صحيح في في فلوسهم جيده مو انا اعتقد خوش فلوس عندهم ما مشكله هي الرياضه في هي الرياضه هي الرياضه باتت اموال استاذ حسام يعني ما ممكن انه يمكن يشاطرنا الراي الدكتور انه الرياضه اموال ماكو اموال ماكو رياضه يعني صحيح. هذا امر جدا مهم اعتقد انه في الترتيب الثالث المفاجاه الجميله والجيده انه تواجد نادي الكهرباء في المركز الثالث بلاعبي الشباب بمدرب الكفو جهاز الفني المساعد بادارتهم الاخر بادارتهم يعني والمتعاونه إذا بالضبط بالضبط هو إسناد. اسناد من الاداره الجيده برئاسه الاخ علي الاسدي والاخوه الباقين اللي متحلقين حول الفريق حتى البارحه امر كان انه جميع فرق النادي تكون تشجع وتازر الفريق كره القدم باعتبار انه يحقق نتائج، اقتراب نادي النفط من نادي الكهرباء اعتقد انه بنفس النقاط صحوه نادي النفط، المفاجاه الكبيره حقيقه بدايه متعثرة الفريق القوات الجويه يعني اعتقد يقترب قليلا بعد فوز الكبير على كربلاء أربعة مم. انه يقترب يقترب عن القمه واعتقد انه مساله ايام تواجد القوه الجويه اكو سيناريوهات جدا جميله بالدور العراقي خاصه بعدم وجود تاجيل مثل ما شفنا في المواسم الماضيه مما يصير قطع في المستوى الفني لو ألغى انخفاض بطوله الكاس اتحاد الكره لا, هيك. لا أحنا ما استاذ حسام احنا ما نقدر نشيل رموانتين بيد واحدة خلي يكملون الدوري بدون تأجيل مم. وخلي يخلون الدوري بمواعيد ثابتة ومشكورين وبارك الله بهم بطولة الكاس هاي مضحين بيها يعني أضحية العيد الكروي العراقي وعيد الكروي العراقي أنه الدوري يكمل يعني على الرغم من أنه يجب أن يكمل الدوري بشهر السادس هم مددوا شوية للسابع مم. هم نقول الحمد لله والشكر لأنه طيب. نأمل أنه الدوري الموسم القادم يبدأ من وقت واستعدادات جيدة نعم انتقل الى الدكتور جمال صالح دكتور اليوم الاتحاد الاسيوي وافق على اقامه لقاء فريقي الزوراء والمنامه البحريني في كاس الاتحاد على ملعب كربلاء يوم 6 اذار الدكتور هاي المباراة تدخل في اطار ايضا ضمن ملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية والاتحاد الاسيوي بعث بكتاب ايضا الى الفيفا طلب تعيين مراقب لهذه المباراه كيف تنظر لهذه المبادره والمباراه ستقام على ملعب كربلاء الدولي طبعا انا اعتبرها هي هاي خطوه كبيره جدا يعني مو قضيه مبادره وانما خطوه كبيره جدا حقيقه على نرفع الحظر عن نعم. العراق يعني نعم. وطبعا بصوره عامه انه يجب ان يكون هناك تنظيم عالي جدا لان تعرف المباراه احتمال تنقل تلفزيونيا أكيد. ويكون هناك مش مشاهدين ايضا الاتحاد الاسيوي مراقبين عده حتى الفيفا عندهم مراقبين لهالمباراه لانه هاي تترتب عليها قضيه هوايه قضايا من الامور اللي تكون مرات سلبيه او ايجابيه، مم. يعني كل ما ننظم اكثر، كل ما نرتب الامور احسن، كل ما تكون ايجابيه إن كل ما هناك سلبيات راح تكون مشكله كبيره جدا. مم. انا أصور هي هاي اول خطوه مهمه جدا وهي اول مباراه نعتبرها رسميه لانه هاي رسميه هاي راح تكون على ارضنا وبالتالي راح يجب ان نكون نحضرها تحضير على مستوى عالي مو فقط التحضيرات وانما حتى الجماهير حتى الناس اللي بالشارع نعم كل الامور لازم تكون مهيئه لهذه المباراه لانه وهي في بدايه فتح الحظر عنه مهم وهاي مهمه جدا بالنسبه لنا وان شاء الله يتوافقون بها ان شاء الله ايضا دكتور الكادر التدريب للمنتخب الوطني استدعى عدد من اللاعبين وقسم منهم محترفين يلعبون لاول مره في صفوف المنتخب تحضيرا للقاء العراق والسعوديه الشهر المقبل في ملعب المدينه الرياضيه في البصره. يعني كيف تنظر لمستقبل المنتخب الوطني بعد هاي البطولات اللي شارك بها وهي تصفيات كاس العالم وخروجه منها وايضا خروجه من كاس الخليج. احنا خلي خلي نكون واقعيين اكثر يعني انه الخروج مو مشكله يعني احنا الخروج كنا متوقعين يعني نخرج من كاس العالم. وحتى من الخليج يعني على المستوى المتواضع اللي كان على الفريق لكن نتكلم على المستقبل يعني احنا لا كل مرة من يخسر فريق أو يصير عندنا شيء هبوط نقوم نذبه برأس المدرب برأس اللاعبين لا لا هي كلها مترابطة حلقات مترابطة يعني احنا مشكلتنا الكبيرة يجب نعالجها يعني من بداية الدور يعني الدوري يعني الآن الدوري خلينا نشوف الدوري الدوري مالنا 20 فريق صح وبعدين المشكله الكبيره يعانوها الفرق يعني كل الفرق من ضمنها كربلاء احنا شفنا مشاكلهم وهاي يجب انه تنحل يعني مع الوقت يجب ان تنحل يعني هالسنه عشرين يجب سنه القادمه تكون 16 او 18 وراها تصير 16 وبالتالي حتى نقدر نضمن انديه على مستوى عالي وتركيز عالي يعني الان احنا ما راح ناجل المباريات صح لا ولا لا لكن بنفس الوقت الكاس شلناه وهذه مهمة جداً أن يكون عندك بطولة دوري وبطولة كأس يعني لا يمكن كل البلدان العالم بالعالم كله موجود عندك كأس وعندك دوري بغض النظر لا أحد طيب. يقول لي أنه والله من لحق واللحق أنا ما أعرف طيب. انا اعرف انت اداره رياضيه اتحاد كره القدم اداره رياضيه يجب ان يكون هناك تنظيم عالي دكتور خلينا يعني روح احنا خلينا 20 فريق خلي شو يعني طبعا في شيء طبيعي راح مضطر من رخصتك اروح الفاصل أوكي. وبعدين نكمل المشوار حدثنا انت دائما النهايات وياك تكون اذا فاصل اعزائي المشاهدين ونعود لتكمله المشوار بكم معنا اهلا بكم الجزء الاخير من هذه الحلقه من برنامج استوديو الرياضه اعود مره اخرى الى الدكتور جمال صالح، دكتور قطعنا كلامك بخير كنت تواصل الحديث عن المنتخب، تفضل. يعني انا يعني اقول احنا الدوري لما ينتظم يعني راح نتوازى او نتالف مع الفيفا دي. نعم. اضافه الى هذا المنتخب ايش عنده؟ عنده يعني عنده برنامج وهذا البرنامج يجب ان يكون معد مسبقا يعني معد على اساس توقف الدوري والفيفا داي وبالتالي المعسكر عنده عنده برنامج المعسكر نعم. عنده برنامج المباراه الوديه هاي كلها عنده برنامج برامج اخرى يعني هاي كلها يجب ان تكون معده مسبقا ما تنعد مسبقا اذا ما يكون الدوري منتظم اذا ما يكون هناك عنده فواصل على يعني جيده الاختيارات تكون احسن الدوري نعم. يكون اقوى بالتالي لما يكون منتظم لكن لما نقول احنا كل اربع اربع ايام مباراه شوف البارحه نعم دي صارت عندي فد, فد, حاله حقيقه ما عجبتني ابدا مباراه نعم. الزوراء والميناء تعرف اول شوط اربع اصابات ثلاثه من عدشد شد اربع اصابات ثلاثه من عدشد شد والطلبه اقول الزوراء انصاب لاعب اخر اللي هو السوري هم نشد يعني أربع إصابات شد وإصابة من اللعب يعني يعني معناته عندنا مشكلة بأربع أيام بتلعب كل أربعة أيام لا. يعني معناته الإعداد البدني ما متناسب أو غير متناغم مع المباريات اللي يعملوها اللاعبين يعني وكأنه اللاعب دي يصير عنده شد من جراء أما المباريات المزدحمة أو الإعداد الغير جيد وهاي طبعاً راح تأثر علينا علي من تأثر على المنتخب أيضاً لأن يعني هذول اللاعبين أكثر بالمنتخب نعم وبالتالي راح مشكله كبيره جدا يعني حتى المنتخب من راح يجيك راح يجيك تعبان وعنده شد عضلي وعنده مشاكل وعنده اصابات يجب ان يكون هناك يعني لا يمكن نعمل كل اربع اربع ايام مباراه والله حتى نخلص الدوري وهاي مشكله كبيره جدا يعني هم أهم حقهم يقول لك انا ما اخلص دوري الا بالسابع صحيح. يعني اربع مباريات وراح اخلص سابع، يعني عندنا مشكله ان طيب. عدد الفرق الموجوده عندنا وطريقه اعداد المسابقات، يعني هاي يجب ان نحلها، يجب ان نقعد نفكر كيف نعمل على هاي. نعم يحتاج تنسيق ايضا في هذا الموضوع، اكو موضوع مهم حبيت اطرقه ايضا في هذه الحلقه، اخ قبل أيام يعني تصاعدت الدعوات من قبل نجوم الكره يعني ما نقول السابقين هم بعدهم لحد الان حتى مباراه اعتزاليه ما معتزلين لتولي المهام او المشاركه في الهيئات الاداريه في الانديه وحتى وصلت المطالبه الى رئاسه الاتحاد يعني شفنا احنا يونس محمود شفنا نشات شفنا العديد من اللاعبين جيل اللي حقق بطوله كاس اسيا هم يطالبون بالتغيير، رايك بما طرح؟ طبعا هي طروحات الغايه منها تطوير الكره العراقيه لانه انا سمعت العديد منهم انه يقول لك اذا ما اذا اذا ما قدرت اوصل او اذا ما انطوني استحقاقي ممكن اقعد ببيتي او امارس عملي الاخر وانتهى كل شيء وخاصه بعض الاسماء المرموقه مثل يونس وعماد ونشاته يعني فالعمليه عمليه تطويريه يا ريت احنا يا ريت انه يكون هناك مجال لاستيعاب هذه الكفاءات خاصه انه بعثهم شباب بعتهم عندهم افكار ممكن شافوها في الاحتراف اللي نعم. اللي كانوا به ممكن ممكن نطور ممكن نطور اليه العمل للكره العراقيه بصوره عامه ممكن انه يشتغلون على على امور اخرى مثل تهيئه الفئات العمريه، ممكن انه طريقه الدوري، مثل استقطابات اللاعبين المحترفين، هذا امر جدا مهم، يجب ان يكون هناك تعاون من قبل الجميع، نعم. ان لا نجعل المنصب هو هو ديدنا وهو عملنا وهو هدفنا، م. يجب ان نعمل على التطوير، ان كنت اني عضو بالاتحاد او بلجنه التطوير يعني يعني على سبيل المثال ممكن اتحاد الكره يستوعب هذه الاسماء والقامات الجميله بالكرة العراقية من خلال تشكيل لجنه تطوير الكره العراقية يقدمون مقترحات نعم. يعملون مع الانديه يعملون مع اتحاد الكره ممكن انه يعملون مع مدربين الفئات العمرية او مدربين منتخبات المنتخب الاول يعني هذا الامر امر جدا مهم اذا اردنا التطوير اذا اردنا ان نتقدم خطوه لكن اذا بحثنا عن المناصب والكراسي اعتقد هي طيب. بدايه حرب انا اتمنى مثلا الطروحات اللي طرحت وانا تابعتها بشكل دقيق طروحات اللي طرحت من اجل التطوير لا اكثر نعم اشوف راي الدكتور جمال الدكتور يعني برايك انه هل من الصواب انه يعني اللاعبين اول ما يعتزل او حتى بعد ما, ما يعتزل مثلا ويدخل معترك الاداره ام ان الموضوع يحتاج الى 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 خبره والى يعني دورات تطويريه الى الى يعني دراسه وهل كل نجم لازم يكون يعني هو قائد في ميدان معين؟ هي المشكله الكبيره هي مرات تتكلم تتكلم على كيف انت تروح مجال وانت ما مشتغل به نعم. يعني خلينا نكون واقعيين هم كلهم لاعبين كلهم كانوا يلعبون بالملعب ويطلعون يروحون ما يدرون ايش راح يصير وراهم او ما يدرون ايش صار نعم. يعني هو شغله الاتحاد شغله خبره وشغله انه لو تيجي تشتغل اول مره بالنادي فتره تعرف شنو معنات الاداره وشنو هذا أو تدخل دورات إدارية، أنا نعم. وياك اكو دورات كثيرة جدا، الإدارة الرياضية موجودة. وبعدين ورا الخبرة هاي مالتك يعني كل اللي إجوا الاتحادات القدامى طبعا ما أتكلم عليه الجدد يعني، الجدد قسم عندهم حقيقة خبرة، وقسم بلا خبرة دخلوا ودخلوا ودخل بالمعترك ويعني أذوا قسم أذونا وقسم لا استفادينا ما عندهم. لكن اللي أذونا لسبب واحد بسيط أنه ما كان عندهم تجربة بيها. نعم. ما كانوا يعرفوها الشغلة ودخلوا نعم. بها وحاولوا أنه يترأسون كل شيء وهذا خطأ طبعا لأنه كل شيء كل عمل إذا ما عندك خبرة بها راح تأذي العمل مالك يعني, يعني أنا الخبرة والممارسة مهمة جدا يعني أول شيء اشتغل روح نعم. اشتغل بنادي روح اشتغل بأي شيء آخر اشتغل عضو اتحاد ما يخالف اشتغل بالإدارة الاتحادية روح ادخل دورات روح اعمل شغلات أخرى مفيدة وقريبة من اللعب مالتك يعني هاي مهم لكن وبعدين يعني ما حد اجى يعني انا من الناس ما دخلت الاتحاد الى سنه الا سنه 90 نعم يعني كان ايش قد اشتغلت تدريب وايش درست وايش قد هذا يلا دخلوني بالاتحاد سنه 90 وكلهم نعم. كل من نفس الشيء حتى يعني ورا خبر كم سنه دكتور لما جو ويا الاتحاد كانوا بدأ يتعلمون نعم يعني ورا كم سنه خبره كم سنه يلا دخلت الاتحاد بالضبط كان عمري حوالي 42 سنه يلا دخلت الاتحاد يعني يعني, يعني الاتحاد ترى مو شغله سهله مم. يعني يتصورون انه اللاعب اللاعب يجي راسا يدخل الاتحاد على اي اساس شنو خبرته بالاتحاد مم. انا صواني ضد هذا المبدا تماما نعم. انه اللاعب خليه يدخل نادي اول مره يتعلم يا اخي لازم الانسان كل شيء كنا نتعلم يعني كنا نعم. كنا دربنا صغار ناشئين كليات وما اعرف شنو بعدين شباب الطونة بعدين طونا الاولمبي بعدين طوني كل منتخب يعني مو تدرج الى ان صرت مدرب بالأندية دربت قد يلا صرت مدرب نعم. منتخب نعم. نفس الحالة الاتحاد ادخل معركة من المعارك اللي موجودة عندك تعلمها تعلم بالنادي إذا يصير يعني هو الأساس مال الاتحاد منه النادي نعم. تعلم إداريا بالنادي شلون تعمل شلون نعم. تعمل الفريق مالك شون. وبالتالي شوي شوي إلى الآن طيب. تقول لك لا والله هذا ممكن يصير بالاتحاد أوكي رجع الاتحاد يروح نعم أخ رائد هناك يعني آراء مختلفة نعم. في هذا الموضوع هناك من يقول أنه النجوم لهم حق وهم أحق من الإدارة الحالية الإدارة الحالية جاء بانتخابات يقولون النجوم لازم ياخذون ما يعني ياخذون دورهم وياخذون مكانهم يعني النجوم القريبين وليس البعيدين احنا المشكله هم البعيدين النجوم الكبار ما اخذوا دورهم لحد الان هذا الجيل وراهم يعني هم هناك دعوات انه يقول ما بيها شيء بالوقت اللي البعض يطالب انه يقول لك يعني خلي يدخلون دورات مثلا خلي خلي يروحون مثلا يجربون حظهم بالانديه اول مره يصير عندهم خبره وليش ما حد يروح يدرب يعني هو لاعب اساسا ولاعب من ليش يروح الاداره الاداره مثلا لها ناس مختصين بالاداره ولها دراسه كذا ماذا تقول طبعا انا يعني دقيقة اختلف كونس. قليلا يلا ماشي انا يعني اختلف قليلا حول هذا الموضوع يعني يعني ممكن خبرته هو كلاعب احترف يعني الدكتور يكون يقول عمري 42 سنه هم كل الموجودين هسه اعمارهم 42 سنه يعني من يونس الى نشات الى كل الموجودين اللي من هاي القضيه. فانا بعد ما معتزلين مو انا م... واذا ما شنو شنو انت تعرفها انا اعرفها وانت تعرفها والدكتور هم يعرفها اعتقد هاي تحت الحزام فاعتقد انه مو شرط انه يكون عضو اتحاد او رئيس اتحاد مثل ما قال دكتور جمال يعني ممكن انه اشكل لجنه تطوير واجيبه كلاعب استفاد من خبرته يا شلون انت كنت بالمنتخبات شنو كان ينقصك؟ شنو كان يفيدك؟ احنا يعني اللاعبين الشباب انت مريت بمرحله الشباب او الاشبال او المنتخب الاولمبي شنتوا شنتوا تسوون ونجحتوا بقيتوا هاي الفتره الطويله كلها تمثلون العراق وانتم من ناجحين بالمنتخبات والتدرج فتعالوا خلينا نسوي قعدوا طرحوا افكاركم طبعا مشكلتنا احنا بالعراق اذا مو م... استاذ اذا مو مسؤول ما يشتغل صحيح ها... وهذه مشكله وهذه المشكله يجب, هاي يجب ان هاي. هاي نجد نعم. هاي المشكله يا هاي يبدو هاي المشكله ازليه واحنا نتمنى الجميع ان تسهم في يا تطوير يا الكره العراقيه كل يدلو بدلوه ولكن بالسياقات الصحيحه ونتمنى التوفيق للجميع في ختام هذه الحلقه اتوجه بالشكر الجزيل لضيفي في هذه الحلقة الخبير الكروي الدكتور جمال صالح شكرا. من دبي ومن بغداد الصحف الرياضي الزميل رائد محمد ونلتقيكم إن شاء الله في مناسبات مقبلة شكرا جزيلا لكم وأنتم أعزائي المشاهدين تكون رحلتنا قد وصلت معكم إلى نهاية المشوار لكم مني ومن أسرة البرنامج المخرجة إيمان محمود والمنفذ عمر سعيد ومحمد حسين ايضا وهاشم العفاري بالمونتاج الالكتروني اجمل التحيه نلتقيكم ان شاء الله في حلقه مقبله في امان الله